اللي هو الشباك ده. تمام، انا اول حاجة هعملها ايه؟ انا هاخده بس على بداية ال 2 متر 20 اهم. انا محتاج بقى فوق يبقى ازاز بس، كذلك من تحت انا عايز احس بقى ان هو في شباك هنا، يعني مثلا انا رفعته 60 سنتي مفيش مشكلة، كده كده هيبقى في ستارة جوه. طيب انا بقى هعمل ازاي بقى انه ده فوق ازاز بس؟ فكل اللي انا هعمله هاخد شيفت موف، شيفت موف من فوق، بلاش من النص ما تبقاش بتلف كده، شيفت موف من فوق بس، سبوت كده. كل اللي انا هعمله هروح على الايديت بولي، هاخد الفيرتكس دي هنزلها تحت. الجزء الداخلي اللي هو الازاز الداخلي ده انا مش محتاجه، فبالتالي هروح على الايديت بولي بس همسك الاليمنت كله بحيث ان انا اعمل سيلكت كده واقول له انا مش محتاج الجزء الخارجي ده، مش محتاج ان انا اعمل سيلكت عليه يعني، واعمل ديليت. فكده هو شال لي الضلفه اللي كانت بتمشي من جوه، ساب لي بس الضلفه بتاعه الشباك اللي من بره بس. هروح على الفيرتكس فهلاقي ان الفيرتكس اللي في النص دي اقدر امسكها واجيبها شمال شويه كده، هجيبها لحد ما تظبط معايا ان هي قافله هنا بس كده خلاص. هظبط الجزم بتاعي، هروح من هنا كده اقول له افكت بوفت، اقول له سنتر خلاص، اخده شيفت موف لتحت، كوبي برضو بحيث ان انا هعدل فيه ده. بعد كده اروح لإيديت بولي هقول له انا عايز انزل دول لتحت كده. تمام جدا، خلاص انا محتاج امسك التلاتة دول هقول له جروب، بعد كده هاخدهم شيفت موف. هظبط الارتفاع برضو عندي، هتأكد بس من الارتفاع عندي هنا من الارض من هنا لهنا كام، 2 متر 60 من هنا لهنا 1 متر 20، يبقى انا هنزل بدال لتحت شوية كده، احاول بقدر الامكان يكون عندي يعني شيء الطف شوية من اللي انا شايفه هنا ده. فهبدأ ان انا اظبط شوية التقسيمة بتاعت الازاز بتاعي بحيث ان هي تكون الطف شوية، يعني لو رحت للكاميرا كده انا بلمح كده بيني هل ده اللي في مخيلتي او اللي في الريفرنس او الى اخره يعني، فده مش قوي لا. طيب انا هروح تاني فرونت هبدأ اظبط اكتر، فممكن ان انا اعمل ايه، ممكن اروح هنا ابدأ اعمل للشباك ده زي ما هو كده على بعضه، هعمل اوديت بولي، همسك الجزء اللي فوق ده ارفعه لفوق شوية، الجزء ده تاج اخد الاديت بولي ده كله الفيرتكس دي خدها كده، محتاج ان انا ارفع ده لفوق شوية، هقول له محتاج اخد ده شيفت موف كوبي يعني، بعد كده همسك الفيرتكس دي اقول له انا عايز انزلها تحت هنا. بس انا محتاج بقى الكتلة اللي تحت دي تبقى شبهها فوق، فاخد الاتنين دول شيفت موف، اعتقد كده ممكن تظبط الدنيا شوية. اخد دول دي الاول، بعد كده دي تحت هنا، بعد كده انا اخد كل ده تمام، الدنيا يعني ألطف كتير. طيب لو قلت ان انا ممكن اخد ده تحت هنا، كل دي تجارب انا بحاول ان انا اظبط شكل الكتلة بتاعتي. انا لو خدت ده هنا خلينا نجيب ده على جنب شوية، نبص عليها كده من بعيد،
نرجع كنترول زد. طيب خلينا ناخد شيفت موف من اللي فوق بالشكل ده كده. لكن الفرق بس الوحيد انه تحت هنا هتبقى الكتلة الكبيرة بس اللي هي دي. ناخد الفيرتكس طبعا. هنا في هنا جزء فاضي كده فانا هقفله. موف لفوق. لو رحت للكاميرا تقريبا كده يعني الطف حاجة احنا ممكن نوصل لها. خلاص ممكن ان انا اخد شيفت موف الناحية التانية. اروح برضو على الفرونت بحيث ان انا هظبط برضو الشباك هنا. طيب انا بقى لما هاجي اخد منه شيفت موف تحت بالشكل ده انا محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج ان ده يقفل معايا تحت هنا. هتبقى ماشية كتلة كبيرة مثلا، كتلة كبيرة، كتلة صغيرة، كتلة صغيرة، الشباك. انا عايز الكتلة اللي في النص دي تتمسح وتبقى البلاطة دي هي بتحتوي بس على الجزء ده. محتاج كمان ان الاتنين دول يكونوا ايه جوه هنا. دي برسبكتيف تمام كده. طيب ايه بقى الجزء اللي هيكون هنا وده؟ ده بمنتهى البساطة انا هطلع بس من الطب والواير فريم، همسك كل جزء كل دور واروح على السبلاين بتاعه السيجمنت، اسحب السيجمنت ده اللي جوه كده. كذلك ده هسحب السيجمنت بتاعه بس خليني امسك فيرتكس عشان اسناب بيها بالشكل ده. كذلك الناحية التانية برضو ممكن اخد برضو بقى بالفيرتكس برضو بحيث ان انا همشي بالشكل ده كده. الدور الاولاني سناب بالشكل ده. خليني هبص كده عليه. خليني هلغي الايدج فيس. طبعا لما مفيش بس يعني هو ان شاء الله مش هيبقى فيه تشوه ده يعني، بس يعني ايه الدنيا هيبقى شكلها لطيف. محتاج اخد الجزء اللي تحت ده انا هخليه يبقى نفس لون المبنى فانا هاخده بالشكل ده كده. ده وده نفس درجة اللون. دلوقتي كل المبنى اصلا لونه ابيض في الخامة بتاعته. وانا كده كده اصلا عندي هندريل هنا هيبقى فوق بعد يعني فوق الاربع متر دول. انا عندي هنا المفروض هندريل، فده المفروض ان هو هيطلع كام؟ ده المفروض هيطلع اللي هو مثلا متر الشكل ده كده. طبعا المفروض مش هيبقى في الحتة الغطسة دي يعني. هو كمان انا هقول متر عشرين مش متر، خليني اشوفه اوضح اوي كده. بس انا بقى عشان ايه ما بقاش بلعب في الهندريل ده، انا ممكن انا اخد الكتلة دي منين ارسمها بسبلاين لوحده بحيث ان انا هدي الكتلة دي كده خامة مع الجزء ده العمود ده، ده كله هيبقى خامة. المبنى كله هيبقى لون ابيض تمام. فيبقى اي حاجة عشان بس ما اقعدش اعمل افصل كتل او افصل اجزاء من السبلاين عشان اعملها خامة لوحدها، يعني اعمل ايديت بولي وافصل خامة وابوظ الدنيا لمجرد ان انا عايز اعمل خامة هنا لوحدها. لا، فانا الخامة اللي انا عايز اغيرها دي انا هعمل بس ليها لون لوحده. الكتلة دي كلها اللي هو من هنا تمشي تروح هنا تيجي هنا، بعد كده هاخد بقى فيرتكس قصادها من هنا كده والف الناحية التانية هنا مثلا قصادها برضو شيفت وقوم ايه قافل هنا. خليني
يعني هعمل اكسترود عشان الموضوع يوضح. اكسترود خليني هاخدها موف كده وخليها تبقى داخله في المبنى كده عادي، انا مش هتبان معايا يعني، انا الموضوع ده مش هيبان، كل اللي هيبان ان انا ايه هبقى قفلت بس الكتله من هنا. اخدها اكسترود بقى لحد ما تبرز عن المبنى، اول ما تبرز كده خلاص اوكي تمام. هنزل لتحت واير فريم، كل اللي انا بقوله ان دي هتبقى لونها جراي، المبنى كله هيبقى لونه ابيض تمام، فهتبقى هي معكوسه مثلا، احنا هنبقى عكسها دلوقتي فهتبقى لونها ابيض كده في الالوان. الواير كرر اللي هيظهر معايا بس وقت الريندر وقت تقفله الشوب، فدي هتبقى لونها ابيض كده مثلا. بس دي بقى من هنا انا محتاج ان العمود ده يبقى طالع عمود من تحت لفوق بارز هنا، كتله يعني هي كتله بارزه هنا بس. طب دي هعملها، ممكن اعملها انا بوكس يعني، ممكن ان انا اجي من هنا كده اقول له واير فريم، الواير فريم شايفين الحته دي، دي انا ممكن اقول له ان ده عمود وانا برزه لوحده، يبقى ده طالع. طبعا في هنا شباك، انا كده كده لسه هجري الجنب ده، هبدا ان انا ارحل فيه اجزاء برضو وابدا اظبط الشبابيك بتاعته. في الدور التاني ممكن افتح فيه شباك، في هنا تويلت هفتحه برضو، فهبدا لسه اظبط هنا. انا عايز يبقى فيه كونكت بقى، يعني اول كونكت عندي الكتله دي واصله لحد هنا. تاني حاجه ان انا عايز اعمل هنا كتله هتبقى لونها ابيض، الكتله البيضة دي عايزها تبقى برزالي من هنا تمام، فانا ممكن اجي اخدها من الجنب من هنا من الشمال ده، اقول له بس واير فريم او ادي فيس، ادي فيس، بعد كده اروح اقول له ريكتانجل. الريكتانجل ده انا هبقى افتح فيه الشباكين بقى بعد كده، ممكن اخد ريكتانجل من هنا لهنا. الريكتانجل ده ممكن اقول له من دلوقتي دبل سبلاين، بعد كده اروح اقول له اكسترود، هاخده برضو درجة اللون الابيض عشان ابقى يبقى واضح الدنيا معايا ازاي. اخدها موف لقدام كده اول ما تظهر بس معايا، اوكي خلاص بس بالشكل ده. هاخدها موف لورا عشان انا عايزة تبتدي من عند الشباك. هاخدها اكسترود، طب هي طبعا ايه مظبوطه كده، انا عايزه تبقى بارزه من هنا، فهاخد السيجمنت ده خليني اشغل اكسترود عشان بس يبقى الموضوع واضح. شايف من هنا في كونكت اللي انا عايزه تبقى كده، كمان مش عايز يبقى فيه هنا باين الحيطه بتاعت الكتله بتاعتي دي، لا عايزه تبقى باينه كده، تبقى غطسه مش باين بس غير اللون الابيض. هنا المفروض هنفتح شباك هنا برضو، وهنا ممكن نقفل بحاجه بكتله بارزه برضو، يعني هنظبط لسه الدنيا تمام. ممكن نقول ان احنا كده خلصنا الجنب ده، هقفل بس الشباك التويلت اللي فوق ده. فانا ممكن اخد بقى ايه نسخه من الشباك ده، اقول له كوبي، ادخل في الايديت بولي، هروح في الايديت بولي همسح كل اللي انا مش محتاجه، ممكن اروح كمان اظبط البيفوت بتاعي في السنتر من هنا، بعد كده هاخد الشباك ده اظبط بقى الارتفاعات بتاعته والابعاد بتاعته، وبعد كده ايه هاخده موف للمكان بتاعه تمام. من هنا كده كويس. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت في الديسكريبشن تبص على المصادر وتشوف الفيديوز اللي فاتت وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد. شكرا.